هم بس يا جماعه بص ايه ده لازم على الصوت معلش في نقطه مهمه لازم الكل يعرفها التليفونات ترجع ورا حد بقول انه ليس هناك خلاف بين الدفاع والمحكمه كل يؤدي دوره الدفاع يؤدي دوره والقضاء على المنصه يؤدون دورهم فاذا كان هناك طلبات رفضت اليوم من المحكمه وهي طلبات مشروعه للدفاع الا وهي طلبات مشروعه للدفاع وحق المحامي في الدفاع عن المتهم كيفما يشاء طالما لم يخل بنظام المحكمة كان طلب الدفاع اليوم أن تشكل لجنة من أطباء نفسيين من خارج مستشفى العباسية من أي جامعة من جامعات مصر لماذا هذا الطلب تحديدا؟ لأن الجلسة السابقة كان هناك تضارب جنايات الزقازيق أكدت أنهم مهملون اتفضل يا معلش أن هناك فساد في الاستدلال والأستاذ أحمد هيتكلم في النقطة دي في التقارير الخاصة بتلك اللجنة التي كتب التقرير أيضا في إحدى قضايا القتل في محافظة الزقازيق لكن احنا بنتكلم هنا النهارده على جلسه عندما سئلوا ان هناك حاله نفسيه ولكن غير مؤثره طب التقرير انت قايل انها هي مدركه وانها مسؤوله عن افعالها رجعت اتكلمت عن المخدرات انت عامل تحاليل والتحليل سلبي قلت اصل هناك انا حق مشروع في طلبنا اليوم وهو احاله المتهمه على لجنه اخرى غير مستشفى العباسيه قرار الهيئة مع مستر شو رفض الطلب ونحن في الشوط الأول من المحاكمة ولنا كلام حديث طالما كلف بقضية لابد أن يكون جاهز ولكن هناك طلبات لابد من تنفيذ هل حضرتك متوقع رفض المحكمة النهاردة لطلب عرض أنا متوقع كنت على قدر كبير من الشجاعة اللي انتوا تخلوا وسائل الإعلام يعني والصحفيين يسجلوا الجلسه ويصوروا الجلسه هذا حق دي. هذا حق مشروع النيابه العامه عندما ابدت انا قدمت عده حوافز اول حافظه كان فيها حكم محكمه جنايات الزقازيق والذي اكدت به المحكمه في القضيه رقم 844 لسنة 2023 أن بعض التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العباسية غير سليمة وهذا هو حكم محكمة تقاريرهم غير سليمة نفاجأ بهم اليوم بيعملوا تقارير طبية جديدة ومن هنا طلبت عرض المتهمة على لجنة من خارج مستشفى العباسية ممكن نوضح النقطة دي تاني حضرتك مع المستشار بتقول إن اللجنة هذه اللجنة في هذه القضية هو أساس اللجنة المتهمة هناء محمد حسن حطروش المتهمة بقتل ابنها بالشرقية أنا طلعتها براءة بعد ما مستشفى العباسية قالت عليها سليمة ومتماسكة ومسؤولة عن الفعل الإجرامي أنا بناشد كل صحفي وإعلامي محترم وفي بعض الإعلاميين وبعض القنوات وبعض المواقع بتنسحب لما تلاقينا بنتكلم بنكشف حقيقة كشفناها قدام المحكمة بالمستندات حضرتك معانا كلام على مسؤوليتي لا حضرتك معانا قول لنا يعني التفاصيل صلب القضية الجلسة القادمة استندت أيضا استندت جاهز للمرافعة أكيد جاهز طبعا اتحضر إيه يعني إحنا استندنا اليوم اللي عنده سؤال هجاوب عليه يا فندم ولكن احنا استندنا اليوم النهارده اميره ما امنتش اي مخلوق تعرفه على تليفونها وادتني النهارده الباسورد بتاع تليفونها قدام الكل لقينا عليه بعض التسجيلات الصوتيه والفيديوهات القديمه وهي بتكلم نفسها وبتقول كلام غير مفهوم طب هي سجلت ايه نفسها يعني كده ولا ده الكلام ده بتصورها نفسها وعامله تسجيلات كده هي مدركه ان هي ده بتكلم نفسها يا فندم من سنه واثنين وثلاثه هي ما وثقتش معاكم اليوم قلتوا ان هي ما اتعرضت اللي لما اتعرضت كانوا ممرضين اللي كانوا بيكشفوا عليها الكلام ده حقيقي هي طبعا قالت ان انا ما اتكشفش عليها خالص طيب نركن كلامها على جنب طلبتوا اللجنه مفوجئ باللجنه الطبيه على دليلك على كده ايه دليلك مهم جدا
حكم محكمة جنايات الزقازيق رقم 844 لسنة 23 اللي في حيثيات الحكم أكد نصا على أن هؤلاء الأطباء لابد أن يحاكموا ويحاسبوا لأنهم كادوا أن يتسببوا في قتل امرأة زورا. هم من الأطباء نفس الثلاثة اللي كشفوا على الأستاذة. أستاذ أحمد المتهمة قالت إن هي السيدة العذراء، التصريح اللي ممكن نقول خلق ضجة كبيرة جدا تسلم. وهي جرائم هذا الأمر أيضا استندت لي أمام العالم كله أمام التلفزيون لما تطلع المتهمة تقول أنا السيدة العذراء، أنا شفت سيدنا عيسى، هل ده كلام طبيعي؟ هل ده كلام طبيعي؟ طب ممكن يكون مختلق يعني. ممكن يكون مختلق. طب لما نخش على شهادة زوجها، زوجها اللي قتلت ابنته ويجي يقول أنا بتنازل لأن بصراحة مراتي مريضة نفسيا وبتكلم نفسها على طول، ده في تحيات النيابة، ده الكلام ده قدام المحكمة. طب قدامنا احنا كانت زهرة سليمة وقواها سليمة واتكلمت معاك وهي طالعة عارفة ان في صحفيين وعارفة ان في كاميرات بتغطية وجهها، دي كلها مش اعيد الامر مرة اخرى. المرض النفسي انواع، من الممكن ان تكون عالم دكتور مهندس ويجي لك حالة نفسية مؤقتة ترتكب جريمة ثم تعود. المرض النفسي مش لازم يبقى مجنون، مش لازم يكون ظاهر يا جماعة. المرض النفسي مرض وقتي يعني في ممكن. اوقات ممكن زوجها للجلسة دي، زوجها والده مريض في المستشفى هو معاه كان معايا امبارح. المرض النفسي ما بيقعدش رزقه غير لما يتعالج. السؤال يا جماعة هي اتعالجت؟ اه اكيد. لا يعني هي كانت في العباسيه بتعمل ايه؟ بتشم هوا؟ لا أكيد. الفتره اللي قعدتها الله اعلى واعلم، بس هي كانت في العباسيه ادوها علاج ما ادوهاش علاج، دي مش بتاعتنا. ولكن ممكن الحاله المؤقته يا فندم، ولا انت دكتور ولا انا دكتور، حالة مؤقتة ثم تعود لرشدها مرة طيب أخرى. عايزين نعرف من حضرتك ايه التفاصيل النهاردة، كانت حالتها كانت عاملة ازاي؟ سمعتوا المرافعة وكنتوا حاضرين، ياريت كل القنوات المحترمة تنزل المرافعة كاملة على المواقع بتاعتها. طلبت عرض المتهم على لجنة من خارج العباسية مستندا على اقوال الشهود اللي اكدوا ان هي بتكلم نفسها والجيران، على اقوال الزوج، على التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العباسية والتي ثبت عدم صحتها لنفس هؤلاء الأطباء لما تعرضت المتهمة على لجنة من خارج مستشفى العباسية مشكلة من أعلى درجة علمية وهي درجة أستاذ. الفلاشة والفيديوهات اللي حضرتك قدمتها شايف إن هي هتغير في مصير القضية شوية؟ أكيد لو المحكمة اطلعت عليها، أكيد لو المحكمة اطلعت عليها. واحدة بتكلم نفسها مجنونة يا بيه. طب إيه سر؟ ما هي مجنونة تمام. إيه سر إنك أنت تقعد تتكلم معاها قدام القفص ساعتين وساعة ونص؟ كلنا لاحظنا. بتقول لك ايه النهارده؟ كنت يعني كنت بتمليها ايه؟ لا يعني اكيد كنت اكيد في حاجه. حالتها كانت عامله ايه النهارده يا مستشار؟ حالتها كانت ايه النهارده؟ بطمن اهلها عليها وبطمنها. الحوار اللي ضرب بينك وبينها، احنا شايفين حوار مطول ما بينك وبينها في الاخر. كان في حوار جانبي يعني تفاصيل الحوار الجانبي. والله المتهمه بتتكلم عن ايه بالظبط؟ المتهمه بتطالب ان هي يتكشف عليها، وايضا حملتني امانه بتقول لي بلغوا السفاره بتاعتي ازاي انا مواطنه تونسيه ازاي ما يبصوش عليا السفاره وما يسالوش عليا. هي بتقول كده. طب انا مريضه عايزه اتعالج، دول ما كشفوش عليا، اعرضوني على لجنه محايده من خارج العباسيه. ادي اللي هي قالت النهارده لما دخلت المداوله، لما دخلت المداوله يا فندم في ورق بيقول ان هي اتكشف عليها. المتهمه بتقول لي انا ما انكشفش لما دخلت المداوله وقالت كده قدام طلبت الأول. من هيئه المحكمه ان هي تكشف عليها تاني. طلبت من هيئه المحكمه ان انكشف عليها من لجنه غير العباسيه لانها قالت ان كانوا بيعاملوها وحش وما كشفوش عليها كشف دقيق. طب معروف ان الحاجات اللي هي الانسانه المجنونه بتاع يعني هنا حطروش مثلا ما كانتش مهتمه بنفسها وكانت على طول الناس بتقول ان هي يعني قاعده في بيتها ما بتخرجش. المفاجاه بقى ان المتهمه في هذه الواقعه رسمه تاتو. حضرتك معايا؟ المتهم عملت رسمة تاتو على ايديها. اولا التاتو ده بقاله فترة زمنية طويلة على ايديها وانت لاحظت وخدت بالك من التاتو. لو مش حضرتك كنت هقول لك كمل. قضية مختلفة تماما عن هذه القضية. هناء ما كانتش مهتمة بنفسها. طيب هناء انا اي قضية بقرأها منزلها متسخ غير ادمي، انما دي مهتمة بنفسها ازاي مجنونة؟ واحدة بتكلم نفسها يعني اسمعك لو سمحت الفويس بتاعها. يا ريت ممكن يا ريت سمحتوا. ده صوت المتهمة، هي تعرف ان هي اتقبض عليها، تعرف ان هي تقتل بنتها. ده صوت المتهمة. ده قبل ما تقتل بنتها ولا بعد؟ اكيد قبل. قبل بعد وحد قاعد معاها بعد يا عم وسجل لها وصورها فيديوهات ازاي؟ لو سمحتم ده خاص لحضراتكم. عايزين نصوره. ده خاص لحضراتكم. ايوه اديني في الخاص. طيب وافق نفسك عشمان بصراحه لهذا التقي منسق مقتلات ازليه. طب عقبال ما تطلع هل زوجها رد فعله ايه عن كل جلسه من الجلسات اللي بتحصل؟ يعني بيطمن عليها ولا تاركها؟ جوزها يا جماعه
بيطمن عليها ولا سايبها؟ كل جوزها اللي موكلني ودافع لي اتعاب. استاذ احمد ده صوت المتهمة لو سمحتم. قرب المايك، قرب المايك. لا هنا هنا في ايدك. ده لايف يا ولدي. استاذ احمد المايك في ايدك. شغل يا باشا شغل. يا جدعان احنا كده لا جايبين لا صوت ولا جايبين صوره. ده كلام غير مفهوم. المتهمة بتقوله ومسجلاه ومصورة نفسها وهي بتقول كلام اهطل، كلام اهبل، ولا لغة ولا طلاسم ولا اي حاجة. انت شغال في السحر عشان تعرف ان دي طلاسم؟ انا بسألك. لا طبعا مش طلاسم ولا سحر ولا لغة ولا اي حاجة، دي هبلة بتقول اي كلام وخلاص. كان بيتكلم في الفيديو ده مع المستشار. بتكلم نفسها يا جماعة. ازاي على الواتساب وبتكلم نفسها؟ بطل مين يا فندم؟ انا اللي جبت الكلام ده ومبعوتي على الواتساب، بعته. بس هي كانت بتسجل الحاجات دي على تليفونها. السحر الايطالي ايه دخله في القضية؟ القانون المصري لا يعتد بالسحر والشعوذة، وبناء على ذلك انا ما اقدرش اقول. كانت بتبعت لمين على الواتساب الكلام ده؟ زميلنا سال سؤال كويس، عاوزين اجابه. اتفضل يا فندم. ده كانت بتكلم نفسها ولا بتكلم حد؟ كانت بتكلم نفسها يا فندم، دي مش لغه. يا حضرات يا صديقي، عايز يقول لك كانت بتبعتها لمين؟ ما فيش على الواتساب. كانت حد بيتكلم نفسه عشان دي رساله يا فندم. هو ده اللي بيقولني انا مبعوثه لايما رساله مسجله يا معالي. هو حصل عليها، انا حصلت عليها وارسلتها لنفسي على الواتساب. بالظبط كده، حضرتك وضح لنا بس. تمام. طب السي دي او الفلاشه كان موجود فيها نماذج زي دي وايه تاني؟ صور وامور شخصيه ليها على تليفونها. صور خاصه بايه؟ بحياتها الزوجيه، بحياتها الجامعيه. قالت لك الحاجات دي مسجلاها قبل الجريمه على طول ولا على مدار سنه واثنين وثلاثه؟ مين اللي قال لها تغطي وشها وهي داخله عشان داخله القاضي يعني واحنا بنصورها؟ دي واحده مجنونه المفروض يعني. يا فندم قلت الحاله النفسيه من الممكن ان تكون حاله نفسيه مؤقته. خلونا نوزن الامور بعقل. أمامنا فيديوهات وأمامنا تسجيلات صوتية لمتهمة تتحدث مع نفسها منذ أعوام. أمامنا متهمة، جيرانها وزوجها حضروا إلى المحكمة وإلى النيابة العامة، أكدوا على أنها بتتحدث إلى نفسها وعلى أنها غير طبيعية. أمامنا متهمة حاولت الانتحار. أمامنا متهمة قتلت ابنتها دون سبب. هل هذه امورا طبيعيه؟ طب انا هسال حضرتك سؤال يعني. خليني اقول لحضرتك، انك انت مواطن عادي وانك انت بتشوف القضيه دي. ازاي تشوف هذه السيده التي تدعى اميره بعين الرأفه بعين الرأفه وهي قتلت ابنها وماشيه بمنتهى الثبات؟ يعني لا حزنت ولا نزلت دمعه، وده اكبر دليل على انها انسانه غير طبيعيه. ما زالت لحد دلوقتي. انا بكلمك على اللحظه دي. انا بقول لك يا فندم أميرة من وجهة نظري إنسانة غير طبيعية. كل اللي طلبناه طلب مشروع وهو عرضها على لجنة من خارج العباسية. لما لقيت دلوقتي وقدمت للقاضي لجان العباسية نفس بعض اللجان، يعني نفس الأطباء اللي كشفوا على هناء والمحكمة قالت إن تقاريرهم غير سليمة، هم نفس الأطباء اللي كشفوا عليها. يبقى إزاي نعتد بتقاريرهم إزاي؟ فكل طلبي ان هي تتعرض على لجنه، وحتى انا اعلنت امامكم قدام المحكمه، قلت له لو عرضتها على لجنه، يعني ده مش حاجه جديده ولا غريبه في القانون. عملتها في قضيه هناء قاتله ابنها بالشرقيه، وعرضتها على لجنه من خارج العباسيه، وطلع كلامي صح، وطلعت مريضه وطلعت براءه. طيب. لسه عارض يوم الخميس اللي فات متهم اسف بقتل زوجته في اسيوط، وعرضته على لجنه من خارج العباسيه. اذا اللي بعمله ده مش امور جديده ولا مستحدثه ولا غير قانونيه، ده طلبات مشروع. ولكن هو رفض الطلب النهارده. والله القاضي رجعت لها تاني. ما انا لسه قدامي انا عن نفسي. عرفتوا ازاي بقى الحاله رجعت لها تاني؟ كان في تصريح لحضراتكم بان كان في امور غير طبيعيه وبتكلم نفسها في القفص، لاحظنا عماله تعد على صوابعها، يعني في اشارات غريبه بتعملها. هل غياب زوجها النهارده اثر عليها او كانت متضايقه؟ اكيد طبعا. أكيد. الناس بتقول لنا في التعليقات هو كل واحد هيقتل واحد هيبقى مريض نفسي. طيب قولوا لي ايه السبب وايه الدافع ان واحده الشهود جم قالوا ان في وقعه ليها مع ابنتها تارة. احدى الجيران وهم قاعدين في الفيلا كده فبتصورها، قامت اتخانقت مع جارتها وصديقتها ومسكت فيها وقالت لها لازم تمسحي منديل يا صديقي بعد اذنك. عشان صورت بنتها. وقالت لها عشان صورت بنتها. فبقول لها طب ليه؟ قالت لي خايفه عليها من الحسد. ام شديده الحب لابنتها بدون اي خلافات زوجيه، تسلم مع الباشا شاكر فضلك، بدون اي سبب تقتل بنتها، بدل ما نقول ربنا يعافيها، بدل ما نقول ربنا يشفيها، بدل ما نشفق عليها، لا بنتحامل عليها ومش عايزين نديها ابسط حقوقها
ان احنا نطمن عليها ويتكشف عليها ويقولوا اذا كانت سليمه سليمه مريضه مريضه. حضرتك النهارده خلال الجلسه ان هو عرض المريضه المتهمه على لجنه جديده حتى لو على حساب المتهمه. هل المتهمه ميسوره الحال؟ كلمنا عن حالتها الماديه. انا بتكلم عن مواطنه تونسيه من الممكن ان تقدم طلب سفارتها تدفع لها التكاليف، ادي واحد. زوجها دفع لي اتعابي ومبلغ كبير يقدر يدفع لها التكاليف بتاعه المحكمه، هيبقى كام؟ 10 20 30 الف، مبلغ بسيط مش كبير، ففعلا مبلغ بسيط ويستدعي ادفع حولها انا وهنقذ واحده من حبل المشنقه. ايه المشكله؟ حضرتك دفعت ايضا في خلال الجلسه وقلت ان لو المتهمه طلعت سليمه او عقليه كويسه هتنحى عن هذه القضيه. والله قضيه واضحه، قضيه بسيطه جدا بالنسبه لاي شخص بيعقل وبيوزن الامور. كفايه المستندات الرسميه اللي انا قدمتها، كفايه الدفوع، ولكن لم يعتد بيها، يعني ما وافقوش على الطلب في نهايه الامر. والله يا فندم هو الدفاع ده شوط، انا لسه قدامي مراحل كتير. انا طب ما انا قبل كده في قضيه هناء المحكمه رفضت مره واثنين وثلاثه عرض المتهمه على لجنه خماسيه، يعني انا مش يعني متعود مش على كده. مش جديد، مش جديد عليا معلم مستشار، عايزين بقاتل مره واثنين وعشرة وبجيب مستندات ثانيه وبثبت قصور وعوار ثاني وبناشد مسؤولين، بناشد السيد رئيس الجمهوريه. يعني كويس ان حضرتك اتكلمتي، مناشده للسيد رئيس الجمهوريه وللسيد نائب العام. متهمه كل طلبها واملها في الحياه ان ينكشف عليها، لو سليمه انا هتنحى عن القضيه. النهارده المحكمه ردت على طلبك خاصه بتصوير المرافعه، قالت اول مره اشوف في حياتي محامي يطالب بتصوير القضيه. بص يا فندم، النيابه العامه اخذت وقتها ساعه واتنين وصورت واتهمت المتهمه وقالت كلام كتير جدا. اولى بهذا الامر، وقلت المحكمه كده قدام حضراتكم وانتوا قاعدين، قلت له الدفاع صمم وطالب ان الصحفيين، انت بتطلع الصحفيين بره الجلسه ليه؟ هات لي الصحفيين، مش هترافع لما الصحفيين يجوا، وعشان كده جاب حضراتكم. المرافعه كانت زي ما انتوا شفتوا في المداوله، قلت له مش هترافع. اشمعنى النيابه العامه؟ اشمعنى النيابه العامه طلعت واعلنت خطبه عصماء طويله وشرحت فيها الاتهام؟ هل طلبك ده من باب المساواه مثلا؟ من باب المساواه واحد، من باب اظهار الحقيقه للراي العام اثنين، وامور اخرى. طيب يعني ما عليك بالشكل، ولكن هي كانت رافضه الظهور، وحضرتك كنت عايز الحكم عليها حكم